have a word. I want to tell you something very important. Why do you spend a lot of time watching movies, series, and other stories? Why don't you make your own life a great story? Why don't you make your own path in this world a great movie that others could watch and admire? Think about it. Believe in yourself. مساء الخير يا جماعه، مساء الخير او صباح الخير حسب بتتفرجوا علينا امتى. عايز اذكر الناس بنقطه مهمه جدا بالنسبه لحروف الجر. اوكي، كلمه بين، ناس كتير تقول انا هقعد في وسط بين اهلي وناسي واصحابي، فيقول between my friends. ده ممكن لو هما اتنين بس، اوكي، ولا سكلا او اكتر من اتنين، لكن لو اكتر من اتنين هتبقى among. among among، يبقى هقعد في وسط اهلي وناسي، among my family، وسط اصحابي، among my friends، among. اوكي، في طبعا كلمه تحت اللي هي under، في كلمة تانية اسمها بينيث، حرف جر هتلاقوه مكتوب عندكم بينيث. بينيث ده لو تحت وملامس حاجة، تحت الرملة، تحت التراب، بينيث ذا ساند، بينيث ذا داست. اوكي، ده حرف جر مهم جدا، والباقي بقى المفروض تذاكروه. عندنا بقى فور، وعندنا تو، اللي طبعا لما نحطهم في جملة الأوب تبقى ضعيفة جدا. ما تقولش مثلا أنا مضطر أمشي، أي هاف تو. ممكن هاف تو لو اتنين، هاف تو براذرز، هاف تو سيسترز، لكن أي هاف تو جو، أي هاف تو جو، هاف تو بي. فور برضه اف او ار، لما اقولها بسرعه عايز اقول ده ليا مش ليك، اتس فور مي نوت فور يو. فور طبعا لوحده فور كبير، لكن اوكي. سو ذاتس اول اباوت بريبوزيشنز. اي وونت يو تو تيك كير اوف يور سيلفز. اوكي، ثانك يو، ثانك يو سو ماتش.